العلم لا يعرف الصواب وإنما يعرف التغيير والنتائج والأبحاث. وكما أثارت تجربة الدكتور سمير زكي فايد استشاري جراحات العظام وأمراض العظام ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة حول استخدامه مضخات المياه لعلاج أصعب أمراض العظام في حالات تسوس العظم والغرغرينة، يفاجئنا اليوم بتجربة جديدة، عملية جراحية غير تقليدية، ليست بالمشط ولا بالمنظار، وإنما باستخدام الجبس في العملية الجراحية. دكتور سمير، هذه تجربة جديدة جدا، عملية جراحية لا هي بالمشط ولا هي بالمنظار، عملية معتمدة على الجبس المستخدم في مواد البناء. ايه تفاصيل العملية؟ طيب المواد البناء دي مادة طبيعية موجودة في الطبيعة، احنا حضرتك بنشرب من مياه الطبيعة، مش لازم ننقيها أو نضيف لها مواد كيماوية. حضرتك بنشرب التمر مادة طبيعية، العرقسوس مادة طبيعية. في أمور في الطبيعة طبيعية قبل الاستخدام وتحقيق نتائج جيدة، وفي حاجات طبيعية مش مظبوطة. يعني مثلا احنا لو شربنا سائل الحنظل، ثمرة الحنظل، هيجي لنا مغص وهنستفد. أنا مش بقول إن كل ما هو طبيعي قابل للإفادة البشرية، لا، احنا بنقول لما نجربه نجيب نتائج جيدة. حضرتك الجبس الطبيعي ده اللي موجود في حالة الطبيعة كربونات كالسيوم، ليه ما يستخدمش؟ ليه؟ يعني حضرتك بتقول ان الجبس المستخدم في مواد البناء ده مواد طبيعية؟ لا، هل حضرتك الكالسيوم اللي موجود في الجسم مش طبيعي؟ طبيعي. طب هنقول لازم يبقى كيماوي؟ لازم يتعمل في مصانع خاصة؟ لا. احنا حضرتك الطفل بنسقيه شرب كالسيوم، والناس الكبار بنديهم كبسولات كالسيوم. الكالسيوم ده يا اما من المحار او من قد مادة طبيعية. الطفل هو صغير حضرتك بياكل الجير اللي على الحيطان وهو في حالة التسنين، بيموت، بيحصل له مضاد، حالة الطبيعة المفيدة. هو ده اللي دعاه حضرتك تستخدم الموضوع الجبس، مش شذوذ الفكرة بس او خروج عن النمط الطبيعي، لكن هي رؤية لمجالات استخدامها الجيدة جدا. يعني استفادة فيما قدمته الطبيعة في مجال العلم. مؤكد. حضرتك بتستخدمها في أمراض إيه؟ بنستخدمها في الكسور الغير ملتئمة. في حالات الكسور الغير ملتئمة اللي هي المستعصية بنتدخل جراحيا وتبقى عمليات كبيرة جدا، وبناخد رقع عظمية من حوض المريض غالبا. ممكن ناخد من أماكن تانية، وممكن ندعم ده بعظم صناعي اللي هو عبارة عن إيه؟ ثلاثي كالسيوم. المادة التركيبة بتاعته ثلاثي الكالسيوم أو كالسيوم هيدروكسيد، هيدروكسيد الكالسيوم يعني عليه مية، عليه او اتش كالسيوم. فليه ده ما استخدمش؟ ايه المانع اصلا يعني؟ اذا كان يعني معنى ذلك احنا ممكن نستخدم الفكره دي في موضوع اورام العظام، اورام المستعصيه اللي احنا كتير. وانا ورق حضرتك حالات شلنا الورم ده ومليناه جبس طبيعي ولحم والتئم وفات عليه سنتين وثلاثه واربعه، وبيرجع حاله العظم تاني زي ما هي. حاله العظم ده بدون حضرتك مؤكد في حلقه تانيه، او لو كانت تتسع الحلقه دي لكده هنعرض الحاله دي. نسب النجاح تقريبا على مدار كام سنه حضرتك جربت فيها نفس التجربه؟ بقى لنا 15 سنه دلوقتي. ونسب النجاح عاليه جدا. بتختلف في السن؟ يعني السن الصغير غير السن الكبير؟ السن الصغير افضل. السن الصغير افضل. المخاطر التجربه دكتور حضرتك شايفها ازاي؟ يعني ايه المخاطر اللي ممكن تصيب المريض باستخدام عمليه جراحيه للجبس؟ امكان المخاطر كتيره جدا، لكن في الواقع العملي لا، ما فيش. بمعنى ايه امكان المخاطر؟ يعني ممكن الجسم يرفضه زي اي ماده غريبه عليه. لا، ما حصلش. يحصل تلوث زي اي ماده ممكن يحصل فيها تلوث، مش حاله خاصه بيه. ممكن يعمل اضرار للجسم، مفيش، لانه كالسيوم. انت حضرتك لما تاخد كالسيوم، لو جبنا طفل وشرب ازازه كالسيوم كامله، جسمه هيتخلص منها. فكذلك نفس الوضع، حتى لما تبقى الكميه كبيره الجسم هيتخلص منها. هل ده يعتبر تطور لنموذج عمليه الحق؟ احنا اتكلمنا عنه الفتره اللي فاتت. ده حقن بس في اتجاه تاني خالص مكلف. حقن للعظام نتيجه الامراض. وبعدين في ميزه رهيبه جدا، ان حضرتك ما بنفتحش، ما بنعملش اصابه جرحيه كبيره. هو جهاز بيدخل يخرج مكان العظم لا يتعدى 3 مللي. ان العمليه ليست عمليه جراحيه بمخدر. لا مغلقه. جراحه مغلقه. بمخدر موضعي. بمخدر موضعي. ودي هتنفع في الناس اللي هم نخاف يتعرضوا لمشاكل التخدير او غير لائق للتخدير. طب يا دكتور احنا عايزين نشوف واقع عمل النموذج من العمليه. النهارده هنعمل حاله وهوريها لحضرتك،
وهنعرض لحضرتك في حلقات جايه حالات اتعملت وخفت نهائي وفات عليها سنين. العمليات مع جراح الدكتور سمير زكي فايق بنقدم العمليه الحقن بالجبس زي ما حضراتكم شايفين احنا قدامنا جبس مستخدم في مواد البناء وهنبدا نشوف العمليه الجراحيه مع الدكتور سمير. اتفضل. هنخدر المكان اللي هنحقن فيه او مكان الجراحه موضعي ممكن استخدام بنج كلي لكن احنا بنفضل اختصار زمن العمليه والاجراءات ببنج موضعي. الحالة عبارة عن كسر قديم غير ملتئم وفيه مسمار نخاعي تعشق. هنعرض الأشعة وهتشوفوها على الجهاز وحضرتك ممكن تصورها. العملية بقى لها 3 سنين. يعني حضرتك الجرح أو الكسر الموجود في العظم دوت ما بيلتئمش. ما بيلتئمش اه. وفي بقى له قد إيه حضرتك؟ بقى له 3 سنين. 3 سنوات. الفتح الجراحي ده احنا شلنا المسمارين فيه مسمارين مستعرضين اتكسروا فشلناهم بالفتح الصغير ده وبعدين هنحقن الماده ماده الكالسيوم او الجبس موضعي ببنج موضعي. نشوف صوره للقدم وللكسر. ده الجهاز اللي هو ظهر والعرض بنج موضعي. دخلنا على مكان الكسر غير ملتئم. هو ده الجرح نفسه يا باشا. يمكن فجوه جت. انا شايف على جهاز السي ار المكان اللي داخل فيه دليل. وهحقن مكان الكسر. زي ما احنا شايفين ده مادة الجبس اللي يتم بيها عملية الحقن طبيعي. جبس الطبيعي ده يتم بيها عملية الحقن. هات الجوكر نسلك هتبقى هناك هتبقى هناك هتبقى هناك مش واضح على فكره. لا بدات تبقى اهي. لا بص الماده راحت اهي فين اهي الماده اهي. لا بص كثافه العظم زي ما شفنا زي ما احنا شايفين على شاشه المينيتور دلوقتي قدامنا كثافه العظم بدات تزيد نتيجه حقن بماده الجبس. الفراغ كمان اتملى. الفراغ اللي موجود ما بين الحروف العظم اتملى.